القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. The terrorist extremist gangs in Syria was assassinated hundreds of innocent young men from the army and security forces and civilian citizens under the pretext of freedom and democracy and reform. Killed much innocent people and many children are orphaned. Also, the foreign media is still practiced inflammatory campaigns against Syria and lies inflating what is happening in Syria. Terrorism is the enemy of all nations, and all who support this terrorism is a partner in crime. Everyone must know what happened in Syria is not a revolution against the regime but against humanity. We ask the Western media to condemn this terrorism, which targets our Syrian government and people, security and stability in the country. تحية طيبة مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله. صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الملازم أول علاء محمود الشويطي من قوى الأمن الداخلي استشهد اليوم في حمص وأصيب عنصران جراء استهدافهم من قبل مجموعات إرهابية متطرفة أثناء أدائهم لمهامهم في محافظة حمص. وأضاف المصدر أن الجريحين هما الشرطي ياسر محمد حمود والشرطي حسن علي حمادي. الحياة الطبيعية والهدوء الذي عاشته اللاذقية عكرته شرذمة من المخربين قاموا بالاعتداء على مصورين من التلفزيون العربي السوري وانهالوا عليهم بالضرب المبرح وكسروا كاميراتهم. كنا عم نصور أمام جامع عمر بن الخطاب، صاروا يتجمعوا برا وأخذوا إجيتهم إشارة، صاروا يهتفوا شهيد وصاروا يروحوا باتجاه الشيخ ظاهر. طلعنا نحن وعم نصورهم والعالم هني ماشيين، كانوا تقريبا شيء 40-50 شخص عم يمشوا بيروحوا وبيرجعوا بيروحوا وبيرجعوا، وفي عالم كانت على الرصيف من هاي الجهة ومن هاي الجهة، فيروحوا ويرجعوا. فجأة اجوا الشباب سألونا لأي محطة عم بتصوروا، فنحن عرفنا عن نفسنا انه نحن تلفزيون سوري. باللحظة هاي هني طوقونا من الخلف، فأنا انتبهت على واحد عم بيأشر لهم المتظاهرين انه تعوا، فاجينا بدنا نهرب، فاجوا لقطوني انا ومساعدي وكان معنا مدير المركز. بلمح البصر الكاميرا انشالت عن كتفي وانكسرت، زكتوها بالارض كسروها، وصار الضرب بايديهم برجليهم بشكل وحشي. هاي السلميه اللي عم يحكوا عنها. فجأة مشنا غير مجموعة طلعت من الشارع الثاني، يعني كانوا مقسومين لمجموعتين، يعني مثل كمين، وما شفنا الضرب غير يعني منين يجي ما بنعرف، يعني بيجي شيء تقريبا 20 واحد 25 واحد، كسروا الكاميرا وشنت الفيه العدي والشغلات، ونحن مثل ما شايف يعني كيف مرقنا مثل ما بيقولوا ما حدا بيعرف. ثلاثة شهداء وأربعة جرحى برصاص مجموعات إرهابية متطرفة في محافظة حمص. نتابع هذا التقرير من حمص. شهد هذا اليوم بعض الأحداث الدامية في العديد من المناطق، ففي حمص المدينة سجلت المواجهات التي جرت بين المسلحين ورجال الأمن 7 إصابات، منهم 3 شهداء وأربعة جرحى من رجال الأمن، وذلك في منطقة البياضة ودير بعلبك. كلفنا مهمة نظامية لمنطقة البياضة، طلعنا على الشوارع على المتظاهرين، جانا أمر بنوع إطلاق النار، نحن بالشوارع ماشيين بالشارع، فجأة قناصين عن السطح برشة لقينا النار صوبت برجلي اليسار برجلي اليمين بخاصرتي، وهي نسيت لازم أول كمان تصوب معه استشهد في لحظة. تكلفت أنا وزملائي بدورية على دوار البياضة مع الدوريات الأمنية، تقدمينا حوالي 200 متظاهر، حاولنا بالمكبرات نرجعهم ونتفاهم معهم. تقدم منا واحد من المتظاهرين قالوا نحن بدنا سلمية، قلنا لهم إذا سلمية نحن بنحميكم. بعد شوي قالوا حي على الجهاد وهجموا علينا، ما حسينا إلا إطلاق نار من البنايات بشكل كثيف جدا جدا، طلقات تجينا من كافة الجهات.
المتظاهرين واتسموا باطلاق النار الكثيف من قبلهم هني راحوا تخبوا. مين كانوا؟ بالشارع تخبت كل العالم، هني حوالي 200 واحد. وبدا اطلاق النار علينا من كافه الجهات، من الاسطح، الاسطح كلها سنوبالات وكلها رشاشات. اطلقوا علينا بشكل كثيف جدا جدا، حتى البناء اللي ورانا اللي حامينا صار ينهد فوقنا. ما شفنا غير الرصاص نزل علينا مثل زخ المطر. معاه الرشاشات وبواريد وقناصات. صوبت انا 4 رصاصات بالجريات، كنا على اشاره البياضه، دوار البياضه. صوبت انا وفي زميلي كمان يصاب بجره ورجعوا قناصوه براسه. احنا كلفونا بمهمه من فوج الاطفاء مركز القاهره، نطلع على دوار دير بعلبي والبياضه. فتوجهنا بسياره الاطفائيين هنيك، ما شفنا غير متظاهرين. منين اجينا ضرب رصاص وقت ما نعرف من وين. فنزلنا كنا قاعدين بالسياره، احتمينا بالسياره من ورا، قناصين موجودين على الاساطيح صابوني انا برجلي، وفي عالم من الامن اللي جنبي كمان تصاوبوا، ولحتى اجت سيارات اسعاف شالتنا. وفي الرستن اصيب 4 من رجال الامن جراء اصابتهم بطلق ناري في القدم والساق، بالاضافه الى 5 اصابات لمدنيين منهم وفيتان و3 اصابات بليغه. مزيد من الفرح والالم، الالاف من ابناء مدينه الدانا في محافظه ادلب يشيعون شهيد الوطن الملازم اول انور قدري علميه، تولد 1981، له ولد وحيد لم يتجاوز السنتين، حيث قضى الشهيد في مدينة درعا برصاصات غادرة وأيد تلطخت بدماء حماة الديار. سوريا هي قلعة الصمود، قلعة التصدي، هي الدرء الوحيد الواقف بوجه أمريكا وإسرائيل اللي بعتتنا هالإجراميين لحتى يفقدوننا أولادنا. أنا بتمنى الشهادة من زمان في سبيل الله، في سبيل الوطن، في سبيل عزة الوطن. أنا ما بحكي باسم الدانة كلها، أنا بحكي باسم نفسي، أنا جاهز في سبيل هذا الوطن في أي وقت. نحن فقدنا شهيد واحد، ونحن عندنا 23 مليون شهيد فداء الوطن، فداء البلد كلها. إن شاء الله نحن نتابع مسيرة الشهيد لتنظيف آخر واحد دنس هالأرض السورية. كان موكب التشييع مناسبة هتف فيها أبناء مدينة الدانة للوطن وترابه، متمنين لسورية الأمان والاستقرار ولحماة الوطن السلامة والانتصار، مؤكدين أنهم السياج المنيع والفداء لسوريا وعلمها المقدس. شيع صباح اليوم من مشفى تشرين العسكري بدمشق جثمان الشهيد المجند هافال محمد زكي أيوب، الذي استهدفته مجموعات إرهابية متطرفة أمس إلى مدينة القامشلي قرية تلين، حيث جرت للشهيد مراسم تشييع مهيبة ولف بعلم الوطن وحمل على الأكتاف، فيما عزفت موسيقى الجيش لحني الشهيد ووداعه. أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن مجموعات إرهابية متطرفة هاجمت عناصر قوى الأمن الداخلي في درعا، ما أدى إلى إصابة المقدم عمار صوفان والشرطي أحمد برتاوي. وقال المصدر إن مجموعة إرهابية متطرفة هاجمت موقعا للقوى الأمنية في منطقة تلكلخ بحمص، ما أدى إلى استشهاد المساعد أول حسن عبد الكريم عباس إثر تعرضه لطلق ناري في منطقة الخاصرة، والشرطي يوسف خليل حمود بطلق ناري في منطقة الرقبة، إضافة إلى إصابة 5 من عناصر قوى الأمن والشرطة. وذكر المصدر إن مجموعات المسلحة قامت بإطلاق النار بشكل كثيف على المواقع المذكورة، وتركزت معظم الإصابات في الجهة العلوية اليسارية من الجسم، ما يدل على وجود خبرة لدى المسلحين، موضحا أنه تم إسعاف المصابين إلى مشفى الحصن. والمصابون هم غسان محمد حمود ومحمود مرشد عيسى وحكمة كامل أحمد ونبيل محمد وويليام ونوس. إلى ذلك قال المركز الوطني للطب الشرعي إن معظم المدنيين والعسكريين الذين استشهدوا في الأحداث التخريبية التي تتعرض لها البلاد قضوا بطلق ناري وحيد في الرأس أو العنق. وأضاف المركز في بيان له أن إطلاق النار
كان يتم من مسافة بعيدة، واتجاه الرمي من الأعلى إلى الأسفل بزوايا مختلفة، ما يشير إلى أنه قد تم من أسطح المنازل أو الأبنية، لافتا انتباه الرأي العام وخاصة المحلي إلى أن معظم فوهات الدخول والخروج في حال نفاذ المرامي تختلف عن النماذج التي اعتدنا مشاهدتها في حوادث الإطلاق الناجمة عن المسدسات والبنادق الحربية الموجودة بشكل قانوني في بلدنا، وأنها ناجمة عن استخدام أسلحة قناصة قوية ذات سرعة إطلاق عالية. شيع الآلاف من أبناء محافظة حلب جثمان الشهيد المجند أحمد حجي بوزان الذي استشهد أمس برصاص مجموعات إرهابية متطرفة في محافظة درعا إلى مثواه الأخير في قرية الكعيبة التابعة لمنطقة الباب بريف المحافظة. لم يدر خده ليأكل صفعة، ولم يحني رأسه ذلا وتراجعا، فمشى مشية الأبات الأحرار وانضم إلى قافلة الشهداء. الشهيد المجند أحمد صبحي بوزان من قرية الكعيبة التابعة لناحية أخترين منطقة عزاز في حلب، يتيم الأب من مواليد عام 1991. ضغطونا يا شباب، ضغطونا. أنا بفتخر فيه لأنه راح شهيد وروحي وفدى الوطن، والله يحمي كل شباب سوريا وكل العساكر يا رب دخيلك، وما بدي شيء من الله غير انه الله يكون معهم وينصرهم. اللي الفخر اللي الفخر مات اخوي الشهيد واخوتي الخمسه التاريخ فدا الوطن. انا اخو الشهيد احمد بوزان، الحمد لله رب العالمين، فدا وفدا الوطن، وعندي خمسه بفدي بداله، خمسه مو واحد، خمسه راح واحد ببعد خمسه، الحمد لله. انا اخو الشهيد احمد بوزان وعنا خمسة وروحنا كلها فدا الوطن. أنا خال الشهيد ونحن كلاتنا فدا الوطن وما لنا سائلين عن روحنا، نحن كلاتنا فدا الوطن وفدا الجيش وفدا الشعب. طعم العسل بشهده مذاق الشهادة، والجود عند الشهيد شعار يخترق الأرض وصخورها القاسية ليبقى علامة الانتماء إلى أرض الوطن.